أقر وأعترف أنا المواطن بجامعة علي بجامعة أنني لا أنتمي إلى أي حزب سياسي أو طيار بعيني، اللهم إلا أنني عضو مؤسس في الجمعية العمومية لشعب مصر العظيم، هؤلاء الذين أعياهم تنطع المتنطعين وفتاوى الفتيين وخطط الخائنين وأموال المأجورين، المقر بما فيه بجامعة علي بجامعة. السلام عليكم، اهلا بيكم في برنامجكم بجامعة وشعب وصورة رئيس. النهاردة الحلقة مختلفة شوية. ليه؟ كنا فاكرين ان ذاكرة التاريخ اللي احنا جبناها الحلقة اللي فاتت كانت حلقة كده وخلاص، بس اكتشفت اكتشاف غريب، وهو حالب ده فيديو من ذاكرة التاريخ. دي اول حاجة عندنا، فيديو مهم جدا لازم تشوفوه وتشوفوه بتركيز. تاني حاجة، عملنا فقرة اسمها صيد الكاميرا. صيد الكاميرا دي جرس، مهم جدا ان احنا ننتبه للجرس ده، اخطاء، حاجات ضرورية لازم تتعمل، كوارث، والمسؤولين مش واخدين بالهم، فاحنا بنقول لهم لو سمحتوا خدوا بالكم. ده صيد الكاميرا، سواء بقى ايه جبناه وعملنا حوار او بس الكاميرا بتاعتنا جابته من غير ما حد ياخد باله. تالت حاجة لفت نظري احساس اسر مصرية بالدفء والامان الساعة 2 بالليل. الساعة 2 بالليل قاعدين في ميدان التحرير، كان لازم انزل اسالهم هو ايه اللي بيحصل هنا. معانا كمان فقره مش عارفين يعني هتعجبكم ولا لا، خليها مفاجاه يمكن تتشال فما كنتش نوهت عليها في اول الحلقه. هروح وارجع لكم تاني بعد الفاصل، اكون ركنت العجله الاحسن مش عارف اقعد عليها. فاصل. ايوه كده، القعده مريحه عشان اعرف اخد ودي معاكم في الكلام. المهم الحلقه اللي فاتت كنا فاكرين ان ذاكره التاريخ ديت كانت مره واحده الحلقه ديت وخلاص. نمت وصحيت لقيت محامي الراجل ده الدكتور الرئيس المعزول محمد مرسي بيقول كلام غريب، كلام غريب جدا. يا نهار ابيض، قال ايه بقى المحامي بتاع حضرتك يا دكتور مرسي؟ الراجل ده قال ان الرئيس المعزول كان في حتة 30 يوم مش عارف ايه من غير امر نيابة ولا ضبط واحضار ولا الحركات ايه اللي هم طبعا الاخوان بيقولوها دي. كويس، فرجعت شوية لورا، لا مش بالكاميرا، رجعت يعني بذاكرة الورا، افتكرت يوم اعتصام الحرس الجمهوري، او بمعنى اوضح محاولة انصار الرئيس المعزول اقتحام الحرس الجمهوري. هما كانوا بيحاولوا يعني بيجسوا النبض. هتشوفوا دلوقتي في فيديو كل مصر جابته وتقريبا وكالات الانباء العالميه كلها، بس صوره بس من غير صوت، او الصوت تشاش فمحدش سامع حاجه. اه والله يا ريس، تعالوا نشوف قائد الحرس الجمهوري اليوم اللي حاولوا أنصار الراجل ده يقتحموا نادي الحرس الجمهوري، وإيه اللي قاله قائد الحرس لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي اللي ملوش علاقة بالإخوان خالص. نشوف الفيديو وهرجع لكم أخليكم تاخدوا بالكم من حاجة بسيطة فيه. ممكن يا ريس بعد إذن حضرتك يعني بما إنه حصل يتجاب. ممكن اقول حاجه يا ريس بعد اذن حضرتك؟ يعني الواقع اللي حصلت كانوا عايزين ياخدوا مني المايك بتاعي، كانوا عايزين ياخدوا مني المايك بتاعي. ساعتها يا ريس كان في سلك شائك بين دول وبين دول، فانا رحت بقى ايه خدت المايك بتاعي، والاول مره كل الناس تقول لي سيب المايك، اقول لهم لا مش عايز اسيب المايك. رحت حاطط المايك يا ريس
والله حطيت المايك عشان اعرف هما بيقولوا ايه. ممكن حضرتك تشوف ايه اللي حصل ساعتها عند السلك. دي كانت حقيقه، انا لا كنت مع دول ولا كنت مع دول، ولا كان ليا اي دور غير ان انا اجيب الحقيقه، ايه اللي اتقال بين الاتنين، وكانت دي الحقيقه. نطلع وهرجع لكم. حوار شغال، حوار معاه كلمه واحده. ايه ده؟ انت عامل قضيه وانا عندي مهمه. سفر يا اخواني، انا بقولك على حاجه. الله ينور عليك. انا عندي مهمه ان انا بامن وحياتي، مش مهمه ثانيه. مش عايز قضيتك تيجي على حسابك. مش عايز قضيتك. وانا مهمتي تيجي على حسابك. ابعد عنك. بعدك بعدك بايده. العميد سؤال بعد اذنك. طيب امال ايه؟ اقفل اقفل. انا عايز اسال سؤال. اسمعني يا عم، لا سؤال ولا حاجه، احنا كلنا شعب واحد. هو ده التشريع. هو عنده قضيه وانا عندي مهمه. هيفضل السلك طبعا. المصريين مفيش حاجه تانيه. المتظاهرين اللي واقفين دلوقتي المصريين. وعلى فكره متظاهرين سلميين. اوعى تيجي سكه اهو بينا وبينك. ولا حد هيتعدى على اي حد يا دكتور صفوت. طالما انت قلت كده مفيش اي مخلوق هيتعدى على اي حد طول ما ماشي يا سلمي. ارجع ورا كل الناس اللي ورايا. ارجع الناس كلها ولا ورايا. ارجع ورا حربوا عشان السلك ده مانع لعدم التلاحم بيننا وبين بعض. عدم التلاحم بينك وبين اخوك اللي واقف في الجون دلوقتي. أرض وعدم التلاحم بينك وبين البول دلوقتي. دول اخواتك اللي واقفين، اخواتك اللي واقفين. أرجو إن أنت تسيب له مسافة الأمان بينك وبينه، عدم التلاحم وعدم الاستفزاز بيننا وبين بعض. اخواتك الجنود اللي واقفين مش هيستفزوك أبدا أبدا، مستحيل. عاوزين نبقى سلمية ومظهر حضاري. مش غريبة؟ طيب، حد خد باله إن بعد ما الحوار انتهى ما بين وما بين قادة الحرس الجمهوري رجع محمد البلتاجي بتحية النصر لأنصار مرسي يا ريس. رجع لأنصار مرسي بتحية النصر. أوكي، وهيطلع الريس. عشان كده فهمت أنا بقى ساعتها هما ليه كانوا كل شوية يقولوا الرئيس مرسي راجع بعد العصر، الرئيس مرسي راجع بعد صلاة الفجر بربع ساعة،
الرئيس مرسي راجع مش عارف امتى. انا كنتش عايز يعني ما كنتش مستوعب هما بيعرفوا منين ان هو جاي. اتاريهم بيسكنوا الناس يا عيني اللي هما ما كانوش مستوعبين اي حاجه ولا المسؤوليه اللي بتحصل في البلد ولا التغير عشان يخلوهم مستنيين الرئيس مرسي اللي هيرجع بعد ليله القدر. وصعب قوي ناس يكونوا بيتكلموا باسم الدين ويكذبوا. الكارثه يا ريس ان هما بيكذبوا وبعدين يحلفوا عشان تصدقهم، واحنا شعب عاطفي فكانوا مصدقينهم. ليه ما راحش قال لهم على اللي حصل؟ ليه ما راحش قال لهم يا جماعه لا ده في قضيه واحنا مش هنقدر نعمل حاجه مع الناس دي، ده في قضيه. مش في قضيه يا دكتور، مش في قضيه، في قضيه. يعني القضيه هتخلص امتى؟ اه صحيح ان حضرتك ما بتتدخلش في القضاء. انا اسف ما ينفعش اتكلم مع الرئيس في الموضوع ده، بس ممكن اتكلم مع حضرتك في حاجه اهم. لما فشلوا في اقتحام الحرس الجمهوري وتخليص رئيسهم او التخلص منه، هو محدش عارف. حل لغز المؤامره يا ريس عند حضرتك، فمحدش عارف هما كانوا رايحين يخلصوه ولا يخلصوا منه عشان يرجع البلتاجي يقول للناس اه اوكي وتمام ومش عارف ايه وراجع، وبعد كده يفتعلوا الحركه ان هما يرهبوا الناس ويموتوا منهم كام واحد عشان يقولوا الحرس الجمهوري ضرب. طب ما لو كان عايز يضرب ما كانش خلاهم يقف. انتوا شفتوا الراجل قال ايه؟ قال لهم انتوا هنا في حمايتنا. قال لهم في حمايتنا يا ريس. اعتقد ان انا ما بطبلش. انتوا سمعتوه وشفتوه. يعني مش صوت بس. اصل دلوقتي الصوت ممكن يتفبرك يا ريس على فكره ويطلع يقول لك تسريبات تسريبات تسريبات. اه الصوت ينفع يتفبرك. ذنبهم ايه يا دكتور؟ الناس اللي ماتوا في الحرس الجمهوري بما اطلق عليها يعني. ذنبهم ايه؟ عشان تهيجوا الراي العام وبعديها تستنجدوا بالغرب. ذنبهم ايه؟ عشان اصحابك فشلوا ان هم يعرفوا يخشوا لك. فاكرين نفسهم داخلين قدام وكيل مدرسة مثلا هيضربوا؟ خلاص احنا هنعلمه الأدب، سلام عليكم ونمشي. معلش المرة دي يا دكتور، لا مش هينفع حتى ولي أمرك يجي ياخدك. بس أدي اللي حصل، عرفتوا اللي حصل؟ بس أدي كل اللي حصل. نطلع فاصل ونرجع لكم بمناظرة غريبة 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 هتشوفوها. بتعاكس مالنا يا محمد؟ سكت ليه؟ صراحة ولا؟ لا لو عايز ولا هتلاقيني سبتك ومشيت، أنا بتكلم بصراحة، في أكتر من كده صراحة؟ مفيش حد في مصر ما عاكسش بنات. أقول له بطل يعاكس عشان كده عيب. في واحد قال لي يحط إن بتعاكس دي أخته. ممكن برضه ولازم. أنا شايف إن الشباب دلوقتي يعني 80% جاي الأدب. قليل الأدب؟ آه. ليه؟ بيلبسوا طبعًا بناطيل من اللي هي نازلة لتحت دي. عارف ايوه 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 واخلاقهم عفشه طبعا وانت عارف. طب ايه اللي بيخليهم يلبسوا بناطيل من اللي هي نازله تحت؟ الربايه الاول اهم شيء. البيت اللي هم طالعين منه، لان الاب لو شاف ابنه هو لابس بنطلون منزله مفروض يأدبه، يقول له ارفع بنطلونك على وسط. ربناش على كده. انا طول عمري اقول ان الشعب المصري هو اللي علم الناس كلها الاخلاق والادب والحضاره، بس هي المشكله في تراجع دور الكبير وتراجع دور الأسرة في الفترة الأخيرة وانشغال الناس بـ 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 بمشاكلهم الحياتية والطحن اللي هم فيه، خلى ناس كتير قوي النهاردة ما بقتش تهتم بكده عيب وكده ما يصحش وكده حرام. لو كل حد اعتبر ان اللي ماشي في الشارع دي أخته، أنا مش هرضى ان أختي تتعكس تمام، ومش هينفع عكس أختي. فلو أنا اعتبرت ان اللي ماشي في الشارع دي أختي وانت اعتبرت ان اللي ماشي في الشارع دي أختك، محدش هيتعكس. وبرضه هي برضه تعمل يعني تعمل اللي هو ايه
يعني ما تخليش وهي ماشيه الراجل وراه بيقول لك تلمي نفسها مش تلمي تلم نفسها تلم نفسها يعني برضو ما ت... يعني ما تبقاش خارجه مثل... تقول بص عليا. البت طبعا بتحط المونوكير قدام امها وبتعمل لمخزة عينيها كده والحواجب والسارة دي، الام بتساعدها على كده. انت اكيد بتعمل حاجات شمال برضو. ايه يا عم، هو ايه انت محسسني ملاك كده ليه؟ لا والله انا لقيته كلها شمال. شفت برضو الراجل ده على فكره بيضطهدك. بيقول لك دنيتك كلها شمال. سمعت الاغنيه بتاعت السكه شمال؟ ده بيسيب شعره تعدي منه. ما بيسيبش ايه؟ ده بيسيب شعره تعدي. ليه ما بيسيبهاش؟ ما غصب عنه، من المناظر اللي بيشوفها. ايه؟ من المناظر والاشكال اللي بيشوفها غصب عنه. المناظر والاشكال تسيب يوسف يعاكس ويضايق البنات بتاعت الناس وبعد كده تقول لي عادي مش احسن اتورط؟ هو في اتورط اكتر؟ تسيب يوسف يعاكس ويضايق البنات بتاعت الناس وبعد كده تقول لي عادي اكتر؟ ايه اكتر من كده؟ ايه يا عم؟ اتورط انت عندك كام سنه؟ 13 سنه مش كده؟ احنا اخوك مش ابنك؟ عمه بيدلعه يا جماعه، عمه بيدلعه عادي مفيش مشكله. هو فعلا الايام دي الاحترام قل، لابد من الاحترام في الوقت الراهن لان الاحترام ده اساس كل شيء. نرجع لربنا سبحانه وتعالى ان احنا بعدنا عن كتاب الله، بعدين عن الله سبحانه وتعالى خلينا فقدنا الاحترام فقدنا كل شيء. ختمها صح. كان غريب قوي قوي، ثلاثه يبقوا واقفين مع بعض وارائهم مختلفه، كل واحد بيبص للموضوع من وجهة نظر مختلفة تماما. مين الصح؟ مين الغلط؟ من وجهة نظره هو بس. عجبني قوي يا ريس التنوع ده. المصريين كلهم كده، بيختلفوا بس ما بيبقوش على خلاف. وفي فرق كبير قوي على فكرة يا ريس بين الاختلاف والخلاف. دي كانت مناظرة كده من عندي. شعب مصر جميل جدا. بعد إذن حضرتك يا ريس، في موضوع التوك توك. موضوع التوك توك يا جماعة هاخد من وقتكم دقيقة في تقرير بسيط، تقرير بسيط جدا عن التوك توك. اللي سايقين التوك توك بني آدمين، في ناس كتير بتظلمهم بس هم عندهم يعني 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 بني ادمين يا ريس، بني ادمين. انا معرفش بس هم بني ادمين عايزين ياكلوا ويشربوا ويتجوزوا ويتطلقوا، بني ادمين عايزين يرخصوا التوك توك. انا عارف ان في واحد فلوطه هيطلع دلوقتي ويقول لي ما المحافظه انا عارف ان المحافظه فاتحه، اللي يعني مش عارفين يروحوا، بيخافوا يروحوا، بيخافوا يتكلموا مع حد. والله يا ريس، بس يعني ننبههم نوعيهم نقول لهم ايه اللي بيحصل. انا عارف ان المحافظات فاتحه تراخيص بس هم عندهم شويه مشاكل في اوراقهم بصراحه يا ريس، يعني العبقه كده يعني. المهم بس ان هم الموظفين يخلوهم هادين وهم بيفهموهم الاجراءات ويعملوا ايه عشان يظبطوا اوضاعهم. بس نشوف التقرير بعد اذن حضرتك يا ريس. ازيك الاول؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ ناصر. ناصر، انت معاك بطاقه رقم قومي؟ بطاقه رقم قومي؟ ايوه. ايه اللي بطاقه رقم قومي؟ ايوه معاك. ايوه الحمد لله. براني؟ لا معيش. مش معاك. مش من غير بطاقه بجد؟ لا يا راجل مش جاي بيها. هترخص التوك توك دوت في بني سويف مش في الجيزه، يعني ما ينفعش ترخصه في الجيزه. ايوه. ترخصه فين بقى؟ بالاقامه، تغير اقامتك وتعيش انت واهلك هنا. لو غير اقامه يكون مثلا ان انا ماجر شقه هنا ومعايا عقد، لكن انا ما معيش عقد ولا معايا اي حاجه لان الظروف ما تسمحش. لان الظروف ما تسمحش. طب تيجي نروح جوله انا وانت كده في على ارض مصر؟ ماشي. فاضي؟ فاضي. طيب يلا نركب التوك توك. انتوا مظلومين يا محمود ان التوك توك بيتقال عليه ان انتوا بتبيعوا بيه مخدرات وبتسرقوا مش عارف ايه، فئه معينه منكم. نزل موعد الترخيص، لو نزل الترخيص هيلم المكن اللي الشمال كتير هنا. في مكن يعني ايه شمال الاول؟ في مكن مسروق كتير هنا. مكن يعني توك توك؟ ايوه توك توك. هو مكن يعني توك توك يا جماعه. ممكن اسالك سؤال خاص يا ناصر؟ اتفضل. انت بتكسب قد ايه من التوك توك؟ بكسب قد ايه؟ مش حاجه محدده،
كام يعني ما ترزق يعني؟ هو ساعاتي في الطلاق وساعاتي النازل يعني، ما ساعات في شغل وساعات ما في شغل. ساعات في شغل وساعات ما في شغل. اه هو التوك توك ده مترخص؟ لا لسه ما عملوش ترخيص. مش ايه؟ ما عملوش ترخيص لسه. مين اللي ما عملوش ترخيص؟ الحكومة. حكومة ايه يا عم انت هتضحك؟ اذا كنت انا كنت مع المحافظ وفتح باب الترخيص في مرور الوراق. الوراق لسه. لا فيه في الوراق. والله سألنا وما نزلنا وما نزلش الترخيص. يا عم المحافظ قال ان فتح باب الترخيص والرسوم 125 جنيه. ده فين بقى؟ في مرور الوراق. لا مفيش. مفيش؟ مفيش. انا بقول لك مفيش. طب انت احسن لك ان انت تشتغل على توك توك ولا تبيع مخدرات؟ احسن لي هما الاثنين زي بعض. اللي انت عملته ده غلط ان انت تمشي عكس الاتجاه. اكيد بس يعني ده هي حته صغيره. ايه حته صغيره؟ ما هو اللي مبوظنا ان هي حته صغيره. عارف لو حته كبيره كنا قدرنا نتكلم. هي حته صغيره ما تفرقش معاك. لازم تبقى كبيره عشان تعترف بالغلط. هو لو كان في زحمه ولا بتاع الف، لكن ما فيش الجو رايق. ارجوك يا محمود الاحترام، ان الواحد بيحترم نفسه قبل ما يحترم الاخرين. صح. توعدني ان انت مش هتمشي غلط تاني وتحاول تظبط موضوع التوك توك ده وترخصه باذن الله. كوبري عبود كوبري عبود كوبري عبود. الفقرة دي يا جماعة بتاعت صيد الكاميرا. صيد الكاميرا يعني حاجات ما كناش قصدين نجيبها، ما كناش قصدين نشوفها، خدنا بالنا منها بس بالصدفة وقلنا نعمل جرس ترين ترين. تعرفني طبعا يا ريس، لا بدافع ولا بهاجم ولا بقف جون، احنا بس بندي جرس. هو احنا ادينا جرس على العجله واحنا داخلين؟ اه ادينا جرس بس لمجرد التنبيه. ندي جرس تاني بس نشوف اول فيديو. يبقى منظرنا ايه دلوقتي يا جماعه؟ يبقى منظرنا ايه بجد يا ريس؟ قدام مدينه الانتاج الاعلامي والنايل سات في الجنينه يرضى مين ده يا ريس؟ يعني هو الريس ماله بالموضوع ده؟ مين المسؤول عن ان ما يبقاش فيه بقر في الجنينه؟ يعني المنظر غريب قوي. مئات القنوات مش قادره تفكر في اي اختراع. ده مكانهم، مش ده المكان اللي الناس بتخش والضيوف والوزراء والناس المهمين؟ ينفع كده؟ انت ينفع تجيب الصوره معايا كده جنبي من غير ما البقر يجي جنبي يا استاذ احمد؟ لا مش انت، البقر يجي جنب انا يعني في الصوره. بهزر. ينفع يعني يكون عندك حد اجنبي داخل، حد مش اجنبي بس مسؤول خارج يشوف البقر قاعد كده وشويه خرفان وشويه؟ ده انا شفت جمل قدام المدينه. ينفع؟ الفيديو ما بيكذبش. اي مسؤول يا ريس، اي مسؤول عنده يعني فسوه من الخوف على الشكل العام، حتى ده لو القنوات جمعت فلوس وعملوا مزرعه للناس ديت وقالوا لهم روحوا خلوا البهايم بتاعتكم تاكل في اي حته بعيد عن المدخل بتاعنا، مش النايل سات ده عالمي؟ المفروض ان هو عالمي، صح ولا انا غلطان؟ غلط انا؟ غلط. ربنا يستر. تعالوا نشوف تاني فيديو ومعايا مراسل هتشوفوه انا هرفضه لو مش عاجبكم. اطلع فاصل ونرجع بعد تاني فيديو لصيد الكاميرا يا ريس. وفي ظل متابعتنا للي بيحصل في البلد، بدل ما وزير الكهرباء يقول لنا وفروا الكهرباء
او اطفوا لمبه او خشوا الاوضه طفوا مش عارف ايه، وعايزين تغلوا الكهرباء علينا. انا واقف ورايا طريق كامل بتاع المنيب، مين ممكن يحاسب على ده؟ يعني مين بيدفع فاتوره الكهرباء بتاعت كوبري المنيب؟ وزير الكهرباء ولا المحافظ ولا البني ادمين اللي ماشيين في الشارع ولا مين؟ الكهرباء دي حسابها عند مين؟ وحرام عليهم قوي. ساعات في ناس بيقطع عندهم النور 4 ساعات و5 ساعات بجد. اللي وراكوا ده حقيقي مش تمثيل، بجامة وشعب وصورة رئيس. فكرة ان انا انزل في الوقت ده يا ريس بصراحة بصراحة غريبة شوية، بس انا صحيت مرة بعد ما حضرتك بتصحى كده بساعة الا ربع، قامت في دماغي انزل اشوف النور منور في الشارع ولا لا. اه والله، مش دي فلوس يا ريس؟ فلوس فلوس ولا لا؟ والواد المراسل برضو انا همشيه، لو مش عاجبكم همشيه. ده شفتوا اتكلم ازاي؟ والله العظيم يا ريس انا ما كنتش واخد بالي، بس غصب عني انا بنفعل في الشارع اكتر ما طبعا، يعني وجود حضرتك ليه هيبه، بس في الشارع الواحد ما بيقدرش غصب عني. امشي الواد ده بس. مين هيحاسب على الكهرباء اللي بتنور بالنهار دي يا ريس؟ ممكن اطلع فاصل وارجع اقول، يعني اجي اقول لحضرتك حاجه في ودنك. فاصل. رجعنا لكم عشان تسمعوا كلامنا مع رئيس الجمهوريه، قصدي صوره رئيس الجمهوريه، عشان بس انتوا عايزين تركبوني غلط وخلاص. المهم يا ريس، اول الاسبوع سفاره بريطانيا قفلت في القاهره، في نفس اليوم سفارة كندا قفلت برضو في القاهرة، واستراليا قالت مش عارف ايه عشان مش عارف ايه، ونبهت على رعاياها. انا بقى عايز اقولك كلام تاني يا ريس، في الجهاز العجيب ده تقرير جه بالصدفة. بالصدفة. الصدفة بتعمل معايا حاجات غريبة. اه والله يا ريس، الناس هي الحكم على الاداء الامني. الاداء الامني يا جماعه محدش يقدر يطلع يتكلم فيه ويقول اه ده الامن مستتب وكل حاجه تمام. لا، انا شفت مصريين واخدين مراتاتهم واولادهم ونازلين ميدان التحرير يا ريس الساعه 1:30 بالليل. تفتكر ليه؟ عشان يضربوا مولوتوف؟ أكيد لأ. عندنا أمن يا ريس، وأمن قوي لما بيحب يكون قوي. اضرب يا ريس الإرهاب وما تخافش، الشعب لازم يتأكد إن مصر بلد الأمن والأمان. مش أنت قلت كده يا ريس؟ الناس دي أنا نزلت اتكلمت معاها بالصدفة، وتقريبا على فكرة معظم تقاريري أنا بعملها بالصدفة. يبقى فكرني آخر الحلقة أطلب من حضرتك حاجة عشان على جنب كده أطلبها بعد إذنك. بس تيجي نشوف يا جماعة الأمن في مصر الساعة 1:30 بالليل في أهم ميدان في الوطن العربي، ميدان التحرير. شوف يا ريس، اوعى تفتكر يا ريس ان دول متأجرين. اه اجيب منين كل دول؟ والله العظيم كانوا بالصدفه. اه لا تقول ان انا جايبهم وكده والناس. انا قلت اخليهم يتكلموا براحتهم، اللي هم عايزين يقولوه يقولوه. تحيا مصر يا ريس، تحيا مصر. نشوف التقرير. اطلع فاصل يا عم، اطلع فاصل. احنا النهاردة يا جماعة دلوقتي في ميدان التحرير. الميدان دوت انا كنت واقف فيه كذا مرة، بس ما كانش بالوضع ده، كان الوضع مختلف.
كنا بنقف فيه وكان فيه مظاهرات، والراجل المحترم اللي وقف دوت انا ممكن اتعرف عليكم. سلام عليكم. انتوا ليه منزلكوا دلوقتي في ميدان التحرير؟ زي ما شفتوا كده الساعة 1:30 والناس في الشارع في قلب ميدان التحرير اللي كان بيبقى فيه مظاهرات، فنقدر نقول دلوقتي ان الناس عايشة في امان في مصر. ميدان التحرير ده اللي كل الاجانب والعرب والمصريين بيتجمعوا فيه. انت خايف يا حودة؟ حاسس بخوف؟ طب اتثبت قبل كده؟ المقطم كده. السلام عليكم. اسمك ايه؟ ممكن توطي ده؟ اسمك ايه؟ احمد علي. احمد، انت في ميدان التحرير دلوقتي صح؟ ميدان التحرير دلوقتي كان زي ميدان التحرير من سنه او من سنه ونص؟ لا طبعا. تعرف ان ده اعظم ميدان في الوطن العربي؟ اه طبعا. انت نازل انت واسرتك، مش دي اسرتك؟ ممكن نتكلم معاهم؟ السلام عليكم. اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ ايه؟ ايه. ايه انت خدتي جوزك وبنتك بسم الله ما شاء الله ربنا يخليهم لك ونازلين ميدان التحرير، حاسه بامان؟ اكيد طبعا. اشمعنى؟ الاول اكيد عن الاول طبعا، التحرير من كام سنه كان عامل ازاي؟ كان من كام سنه كان في قلق وفي ضرب وفي حاجات كتير جدا، دلوقتي الحمد لله الميدان دلوقتي بقى كويس وفي امان، والحمد لله البلد بدات الحمد لله ان هي تبقى كويسه وتمشي كويس الحمد لله. اسم كريم ايه؟ اسمي حنا نجيب. هلا انت في ميدان التحرير دلوقتي، ميدان التحرير دلوقتي زي ميدان التحرير من سنه ونص كده؟ لا دلوقتي افضل طبعا. يعني انت حاسس بامان؟ اه طبعا. حاسس بامان؟ يعني تقدر دلوقتي اه الحكومه ماليه الدنيا اهيت والحمد لله. يعني انت ماشي مطمن؟ اه ماشي. عايز اتكلم ان شاء الله احسن. شكرا يا حن. ما خفتش وانت نازل بمعتز ومامة معتز؟ خوف العفريت. المصريين كده. اه احنا نخوف العفريت. نخوف العفريت. اه مقتنع بالامن اللي انت قاعد فيه دلوقتي الساعه، انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 2 دلوقتي. الساعه 2 بالليل ومحمد ومعتز ومامة معتز قاعدين في ميدان التحرير. ميدان التحرير من سنتين ما كانش كده صح؟ اه طبعا. ميدان التحرير ده ليا معاه ذكريات يعني وكده. تقول ايه للميدان ده منك كمصري لحتة موجودة في بلدك؟ مبسوط بشكله كده والله. الأمن يعني في تحسن يعني عن الأول بكتير طبعا، وبنشكر طبعا السيد وزير الداخلية محمد إبراهيم على الأمن اللي احنا شايفينه في البلد. أتعرف عليه؟ محمد إبراهيم. أستاذ محمد، احنا في ميدان التحرير صح؟ بالظبط. ميدان التحرير كان كده من سنتين؟ لا طبعا. طيب ايه الجراءة اللي خليتك تنزل من البيت وبيقولوا مفيش أمن في البلد انت والأسرة ومعاك المدام ومعاك الأولاد؟ والله الحمد لله الامن موجود وكل حاجه، بس هي الناس تاخد الانطباع ده، تاخد الانطباع ده. الحمد لله رب العالمين كل حاجه كويسه، بس الحلو مننا والوحش مننا برضه. انا استغربت، كنت معدي ورايح اعمل اوردر تاني مختلف خالص عن الامن برضه، بس استغربت ان في ميدان التحرير وانا كنت بنزل هنا وبتضرب بالطوب وفي المظاهرات والتجمعات كانت حاجه غريبه، فاستغربت ان في ناس. رجعتني الخمس سنين ورا ان كان في ناس بتقعد هنا طول الليل. احنا في نعمه من الله، والبلد دي هتفضل طول عمرها كويسه، طول عمرها في امان وفي خير باذن الله. نقدر نقول مصر بلد الامن والامان؟ طول عمرها امن وامان. كان لازم نجيب المنظر ده يا جماعه. في ناس قاعده في ميدان التحرير لغايه الساعه 2 بالليل بولادهم وبزوجاتهم ومش حاسين بخوف. كان معاكم معالي بجامه، بجامه وشعب وصوره رئيس من ميدان التحرير. شفت يا ريس ان مصر بلد الامن والامان فعلا؟ شفت ان شعب مصر يقدر ينزل في اي وقت في اي حته وما يخافش؟ هم دول يا ريس ولاد البلد الجدعان، هم دول المصريين صح؟ على فكره يا ريس، اول الاسبوع في جورنال الاهرام، دي جريده قوميه، شفت صوره لحضرتك انت والبطل عبد المنعم في افتتاح الاولمبيات الخاص. ايوه ممكن الصوره يا استاذ احمد. ايوه هي الصوره دي. ايوه حلوه 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 قوي الصوره. انا مبسوط جدا يا ريس، جدا جدا بصراحه. الدعم اللي حضرتك بتقدمه للرياضه والرياضيين رائع. بس ممكن سؤال يا ريس؟ اشمعنى يا ريس حضنت منعم وبوسته وخليت الحرس هو اللي يحضني؟ ها؟ اشمعنى؟ وانا كنت رايح اسلم على الرئيس برضه. ولا انا عشان لابس بيجامه يا ريس؟ على فكره البيجامه ما بتقلش من قيمتي. يعني البني ادم يا جماعه مش بلبسه ولا بالفلوس اللي عنده ولا حتى بمنصبه ومركزه يا ريس. البني ادم
بضميره واحساسه باللي حواليه، مش كده يا ريس؟ وعلى فكره انا مش زعلان ان انت حضنت وبوست منها، ده حبيبي. اه والله، بس شكرا يا ريس، ويا رب ما اكونش طولت عليك. علي بجامه، اشوفكم الحلقه الجايه. بجامه وشعب وصوره رئيس.